كذلك كان عندك مثلا وسائل الترفيه الأخرى، يعني كان عندك الأندية الرياضية وضعها أفضل. الآن حتى الأندية الرياضية سيطرت عليها الميليشيات والأحزاب. كان عندك مثلا النوادي الليلية، الملاهي والبارات وغيرها كانت مفتوحة ولم يكن مسيطر عليها من قبل الميليشيات والأحزاب. على أساس مغلقة حتى البارات والملاهي هست. على أساس هسه مغلقة. ليش ما تقول الحرية المفرطة اللي انطاها النظام ما بعد 2003 هي السبب الرئيس؟ حرية نطت للمجتمع، المجتمع لا أصبح مسؤول عن نفسه. ودعتك قبل شوي خلينا ندافع عن الجماعة. قبل التضايج من صدام تشرد تروح للملهى، تروح تلملها تسمع رياض أحمد، تسمع ساجد عبيد، هسه تروح للملهى تلقاه يغني على نفس الناس اللي انت جاي تسكر حتى تخلص وتنساهم. هاي قبل ما اشد العمامة لو ما ذبيت العمامة ما نريد نحكي هالثاني قبل ولا بعد، احنا جاي نحكي عن وثائق الشعب يعرفها. زين بالنتيجة الناس جاي تمل من هالقصة هذه.